كان هنالك أيضا بيانين أو خطتين لحمدوك، الأولى تقريبا كانت في مايو والأخرى كانت أيضا في يونيو، وظهر حمدوك في مؤتمر صحفي تجاوز تقريبا 45 دقيقة وهو يتحدث عن المخاطر المحدقة بالعملية الانتقالية في السودان، تحدث عن عراقيل كثيرة، ومع ذلك يعني لم تتجاوب معه القوى الحرية والتغيير كما يرى بعض المحللين. طيب، كالعادة يمارس حمدوك ما جبل عليه. في أول ظهور لحمدوك في زيارة خارجية كانت إلى المملكة العربية السعودية في سفارة الرياض، وأعلن في لقاء، أنا كنت أحد حضوره، أعلن في لقاء داخل السفارة السودانية إنه الحرية والتغيير ما سلمته برنامج عمل. ودي كانت كذبة كبيرة، لأنه بعد ذاك لاحقا تم إثبات إنه الحرية والتغيير أعدت برنامج وسلمته له كرئيس وزراء. ده جانب. الجانب الثاني هو قدم مبادرة. قدم مبادرة لكن كان ينظر إلى المشكلة بجوانب أخرى، بدليل أنه هو نفسه أتت به الحاضنة السياسية اللي هي الحرية والتغيير، لكن ما لم يتعاون مع الحرية والتغيير، لم يخلص التعاون معها. اليوم أستاذ سامح اسمح لي، يعني اليوم نقول عن حمدوك الذي أيضا خرجت مسيرة في الميادين وهي تقول شكرا حمدوك وترفع شعارات باسمه وصوره وتنزل في الميادين، اليوم نقول له عفوا أنت لم تكون يعني أنت كنت مخادعا للشعب، يعني هذا غير منطقي. يعني الشارع السوداني له حسه الثوري، له حسه النضالي. جبيت في نقطة أساسية تتعلق بالقوات المسلحة، وضح السيد الرشيد بأنه الشعب السوداني ما عنده أزمة مع القوات المسلحة كمكون، يعني شعار أساسي واستراتيجي وتاريخ وظل مرافق له كل مظاهرات ومسيرات. الشعب السوداني بيهتف دائما بجيش واحد، شعب واحد. لكن نحن عندنا أزمة في قيادات القوات المسلحة.